إذن تستحوذ قضية التغيرات المناخية وقضايا المياه وتأثيرها على الأمن الغذائي على اهتمامات الدولة المصرية، وقطعت مصر جهوداً كبيرة فيها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أولت لها اهتماماً كبيراً لدراسة تطوراتها على المنطقة ومختلف دول العالم. كذلك تتطلع مصر من خلال استضافتها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف 2022 بالإنابة عن إفريقيا إلى أن تكون نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة القارة الإفريقية وللعالم أجمع. الآن نتابع هذه الكلمة المسجلة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، يسعدني الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 من على ضفاف نهر النيل، واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، والتي أسهمت ولا تزال بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور. السيدات والسادة، يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية، الفرص والتحديات، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد. وغني عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية. إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها. وفي ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023. من ذات المنطلق رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك بهدف دفع جهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية خاصة ما يتعلق بنظرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. السيدات والسادة، على الصعيد الوطني تؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية
يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر. ولقد تبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه. كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية. أولا، تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية. ثانيا، تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاها وطنيا متناميا لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر. ثالثا، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة. رابعا، تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث. وتخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة. كما أن مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود. لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفاعلية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وفي هذا الصدد يتابع الشعب المصري عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف أثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق. السيدات والسادة، ختاما أود أن أؤكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معا، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحدا فائزا في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة. لذا أدعوكم جميعا إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه
بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية. كما أرجو أيضا أن تتيح نقاشاتكم مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحث الدول التي تتشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف وعدم الإضرار بمصالح جيرانها. وأؤكد لكم أن مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها. وشكرا. ضيوفنا الأعزاء، مرة أخرى أهلا بكم في القاهرة، ولأن الوقت يداهمنا فإن الاستراحة المقبلة ستكون ل15 دقيقة، بعدها نبدأ مباشرة الجلسة رفيعة المستوى والمنعقدة على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه 2021 تحت عنوان حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكراً.